قلت لي اعمل معي لقاء بضيفك بطاطاية. ايه اخي انا عندي سؤال له علاقة بالبطاطا، ليش في بطاطا بس نقلية بيطلع لونها يعني بيطلع لونها احمر او بتعطي عمطة مانا ظريفة؟ البطاطا الحلوة والتقلية بتطلع لونها حمراء وما ظريفة، اما المالحة بتجي هي للقلي. المالحة هي للقلي؟ ايه. شكرا على هاي المعلومة، بس انا كيف بدي اعرفها؟ يعني انت كيف حافظون لهدول القصص؟ شلون بدك اعرفهم؟ البطاطا المالحة وتقشرها بتلاقيها بقلبها ملح، اما الحلوة وتحطها على الغاز او تحطها على شغلة تصير بتبقبق. بتبقبق. انت من وين بتعرف معلومات البطاطا هي كلها؟ انا جدي خضري. خضري وشاطر بالبطاطا. ايه. لساته عايش جدا؟ ايه. الله يخليه يا رب. شو بدك تقول له لجدك هذا شوف على التلفزيون؟ ان شاء الله العيد الجاي اشوفك على جبل عرفات ولحم سيديك على الكعبة يا رب. برافو عليك، لا عمتي بألف خير. بألف خير. وانت بألف خير. لمين بدك هلا مين بدك تعايدي؟ مين خاطر ببالك هلا بما انه التقينا بالصدفة بالشارع انه تعايدي بالبرنامج؟ امي. شو بدك تقولي لها؟ بدك العام وهي معي. عم تعذبيها شيء ولا لا؟ لا. صراحة صراحة كله بده ينكشف. الله يطول لك بعمرك. الله يسلمك. ويخليكم دائما سوا. الله يسلمك يا رب. أبو شو البركة؟ أبو وليد. أهلين بأبو وليد، يعطيك ألف عافية. الله يعافيك يا رب. وعيد أضحى مبارك. إن شاء الله علينا وعلى أمة محمد. حتى بالعيد ما بتعطلوا، يعطيكم ألف عافية. الحمد لله. شو هي هيك عادات وتقاليد العيد بالشام؟ شو الواحد بيعمل أول يوم العيد؟ بضحوا أضاحي هون وزيارات. زيارات العائلية هي أساسية. بيروحوا لعند الكبير؟ طبعاً أكيد. أول شيء بنروح لعند الكبير، أول شيء على المقبرة بعد صلاة العيد. بعدين بنروح على لعند الكبير العيلة، بنفطر عنده وبعدين نطلع لعند خواتنا البنات هيك بنعايد عليهم. إن شاء الله هيك بتكون كل أعيادك حلوة. وأنت بدي لك بس هيك تقبل مننا كل عام وأنت بألف خير. مشكور يا رب. لسه ما السلام عليكم. عليكم السلام. إن شاء الله هيك العيد وأنت بألف خير. أنت بألف خير. أبو شو البركة؟ أبو محمد. أهلين بأبو محمد. أبو محمد حضرتك من الشام؟ لا من الجولان. من الجولان والنعم. والنعم. الله يحميك أبو محمد، كم عندك هيك ولد؟ والله عندي ولدين حاليا وعندي شهيد. الله يرحم روحه شهيد. ويصبر قلبه. الله يصبره، صار له 6 سنوات بالسنة. عندك أحفاد ولا لسه ما في؟ والله عندي 200 مجوزين، صار عندي أحفاد وأولاد صغار. الله يحمي لك إياهم يا رب. هلا بدهم يجوا لأنه العيد، بدهم يجوا يزوروك إن شاء الله إذا الله راد. الله يخليهم يا رب. بالجولان شو هي عادات العيد، عيد الأضحى؟ والله عاداتنا شو متذكر منها؟ كعك وما كعك ومعمول شغلات يعني وحلو، يعني الاغلبيه كله كعك بالجوز وباللوز وبالعجوة. واضح انه بتحب بطنك ابو محمد. هاي طبعا اكيد، والفرن العادي يعني مو بالفرن الغاز، هاي ما غاز شغل ايد يعني. شغل الايد لك ايد النسوان تجي اطيب من بكثير، اطيب من يكون شيء هيك معمول وجاهز. لا لا على شغل ايديهم، هاي شغل ايديهم بيطلع شيء ممتاز يعني مرتب. انا مع انه يعني الجولان وعلي كنت صف اول يعني ودايقه يعني، بس متذكر بتذكر هالشغلات. صف يعني. اول هذا الصف اول يعني ب67 يعني طالعين. الله يطول بعمرك. الله يخليك ويحميك. الله يسلمك. هاي القصص لها علاقه بالحلويات من عادات العيد. عادات شو في كمان هيك عادات لازم تصير بالعيد؟ يعني الواحد مثلا اول يوم العيد شو لازم يساوي؟ يعني كذا احنا بالعياد يعني طبعا العالم كلها بتستضيف بعضها يعني تسلم على بعضها، جماعات جماعات طبعا زيارات. زيارات يعني 10-15 واحد راحوا لعند فلان عايدوهم قعدوا شربوا قهوه مره اخذوا النبي نصيبه الحلو يعني شغلات تانية، بردوا بروحوا ثاني على عائله ثانيه قرايبيننا يعني بالحمول العشيره تبعنا. ومن مبدا الجود بالموجود. بالموجود الموجود هاي هي. وهون صار لك عمر ساكن بالشام؟ والله نحن طلع من 67 وانا هلا مستاجر بصحنايا مهجر من الحجر، صار لي 10 سنوات مستعجل. الله يرجعك بخير وسلامه. امين يا رب. بعشرتك هون بالشام كيف شفت عادات الشام؟ والله عادات الشام بالعيد القصص اللي بتصير بالعيد شو عايش منها؟ عايش بالشام كثير، انا صار لي بدك تقول شيء 50 سنة بالشام. من طلعنا من 67 كنا بدرعا بحوران، من حوران استقرينا بالشام. العيد كثير مرتب بالشام، كثير كثير حلو بالشام يعني تقريبا مثل عاداتنا يعني، تلاقي مراجيح ومراجيح وعلى الخيل وما خيل وشغلات تانية وعالم زيارات على بعضها، ضيوف على بعضها، تقديم حلويات شغلات كذا ما شاء الله على هالذاكرة. ابدا يعني ما شاء الله هيك على الشغلات الحلوة اللي هيك رجعت حكيت لنا اياها من ايام زمان. والله هي هذا اللي يعني بتذكره من 50 سنة يعني، صار لنا طالعين شي 52 سنة من الجولان. الله يطول بعمرك. الله يسلمك. هيك ويعطيك الصحة دائما وابدا. الله يخلينا اياك. هيك وتقبل مننا بس نقول لك كل عام وانت بألف خير. كل عام وانت بألف خير. شكرا.
اول شيء بدي لك كل عام وانت بألف خير. طب خير يا هيك ينعاد عليكم بالصحه والعافيه انت وكل حبايبك. الله يسلمك. ام شو البركه؟ ام احمد. اهلين بام احمد. اهلين. حضرتك من الشام؟ من الصبايا بناتك؟ بنتي وبنت بنت اخي. الله يحمي لك اياها. الله يسلمك. لبنتك ولا بنت؟ انت من الشام؟ ايه. من الشام من هون. شو هي عادات وتقاليد العيد بالشام؟ شو بتعملوا اول يوم بالعيد؟ اول يوم تعزيه. عزيلة هي أهم العادات. إيه؟ بنشتغل بالحلو، بنجهز الحلويات على إيديكم؟ إيه. شاطرة فيهم أنت؟ إيه. بيطلعوا طيبين؟ إيه. على عيني. مثل شو بينعمل هيك حلويات؟ نعمل العجوة، المعمول، الجوز. راحة. تاخد وقت؟ صعبة؟ متعبة ولا خلص تعودتي؟ لا تعودت. تعودت. كل سنة بتعملي هالقصة؟ كان ابني ساعدني فيهم، ابني كان يشتغل بالحلو، كان يساعدني فيهم. هلا ليش بطل؟ هلا سافر. الله سافر، الله يكون معه هيك وان شاء الله بيرجع بخير وسلامة. الله يسلمك. بعد الحلويات وهدول القصص وبعد ما عزلنا قبل بيوم شو بيكون كمان لسه في قصص؟ بالعيد؟ بقى منزور بزور اهلي. زيارات العائلية اساسية؟ زيارة ومنعايد للولا. بيروحوا غالبا لعند الكبير العيلة زيارة بتكون؟ أهم شيء الوالد والوالدة. الله يخلي لك أهلك يا رب. الله يحميك يا رب ويطول بعمرك. شو اسمك؟ عفاف. عفاف، أي صف أنت يا عفاف؟ سابع. سابع، مين أكتر هيك أستاذة وانسة بدك تقولي له هلا إنه كل عام وأنت بألف خير؟ آنسة العرب. آنسة العربي؟ بتحبيها هيك كثير؟ بتقولي لها هلا على التلفزيون سمع إنه كل عام وأنت بألف خير؟ آنسة زهر كل عام وأنت بخير. إن شاء الله كل عام وأنت بألف خير. بدي هيك بس من تقبلوا بس هديتنا من تلفزيون سما. شكرا. لا عم تقول ألف خير. شكرا. أبو شو البركة؟ أبو مروان. أهلين بأبو مروان. الله يسلمك. أبو مروان حضرتك من الشام؟ من الشام. أول شيء بدي لك إن شاء الله هيك عيد أضحى مبارك وكل عام وأنتي بألف خير. علينا وعلى الجميع. ويحمي لك هيك حبايبك وعائلتك. الله يوفقك يا رب. ولدان أنت هون بالشام؟ تولد ببيلة. عادات الشام هيك أيام زمان أيام العيد، شو متذكر منها؟ كان يصير يعني أفراح، ولادة تلاقيها فرحانة كذا. هلا ما عاد صفيت هالبهجة هي القوية، راحت. خفت كثير. شو كنتوا تساووا ايام العيد؟ شو كانوا بالشام؟ شو بيصير عادات هيك تقاليد على كونوا اول يوم العيد؟ يعني الواحد بفز الصبح مثلا فنجان قهوه كذا معمول هالقصص، هي بيطلع بال عند القرايبين لعند العمات. هاي الزياره العائليه اجباريه؟ اجباريه، هي لابد منها. بيروحوا عند الكبير؟ ايه تمام الحكي مزبوط. حلو. العيد شو كانوا مثلا النسوان القدماء كانوا مثلا يشتغلوا على ايديهم، هلا صاير اغلبيته عم يجيب جاهز من الاسواق. اي اطيب، الجاهز ولا الشغل الايد؟ بعد البيت ما في. بعد البيت ما في؟ بعد البيت ما في. الله يديم عليك هالضحك يا الله يوفقك، الله يحميك، الله يحميك. وهيك تقبل مننا بس هالمعايدة البسيطة. ان شاء الله كل عام وانتم بألف خير. وانتم بخير. وحترت أراضي الغرام ولا أراضيكم، أنتم كرام والحما طابت أياديكم. ما تفرطوش بالعليل أبو كرم يلي احتمى بأراضي. على عيني أبو كرم. إن شاء الله تقبر قلبي. إن شاء الله كل عام وأنتي بألف خير. وأنت بخير وشعب سوريا كله بخير. ينعاد عليك وعلى حبايبك وأهلك بالصحة والعافية. وأنت كمان الله يخلينا. أنا حزرت الاسم من العتابة اللي كنت أقول ولا لا؟ والله روحي إلك والله. دخيل ربك. أنا بصوم وبصلي عن حبك ما بقلي. دخيل قلبك. حضرتك من الشام؟ لك حبيب القلب. ولدت بالشام وابي بالشام. عندي قصة برويها عن الشام وماضيها. حلو. لها ساعة مخبيها. اسمع مني الرواية البداية والنهاية. حكاية عن سرك يا شام، حكاية خباها الزمان. بالليل اشتغل البارود لما ايام الثورة من زمان قديم. حلو. بالليل اشتغل البارود والزلم صارت اسود. لا تتورط يا عصملي عن سوريا روحي ولي. الفرنساوي داء الويل من الزلم عدور الخير. يلي عاديكم يا ويل لندوسه بكعاد الخير. لك على عيني والله. والله نجم الحلقة. إن شاء الله كل عام وانتو بألف خير. شعب سوريا بخير. والحمد لله أحلى بلد بلد. أنا بكفيني هاي الابتسامة. الله يديم ابتسامتك وكل عام وانتي بألف خير. أنت بألف خير يا رب. أم شو البركة؟ صحة وكل عام. أم شو البركة؟ أم محمد. أهلين بأم محمد. حضرتك من الشام؟ والله. والنعم والله. كونك من الشام واكيد هيك اكلاتك طيبين، بتعملي حلو بالعيد وكذا ولا شو الترتيب؟ لا والله انا ما بعمل حلو لانه جوزي متوفي.
الله يرحم روحه. بدي بس اعرف منك عادات العيد بالشام، شو متذكره منه؟ شو بيساووا بالعيد اول يوم العيد؟ حلو العيد، وحلو انه كل العالم بتعمل حلو على ايدها، هلا صارت احسن من الاول يعني، انه على ايدهم صار ارخص كمان. على الايد اطيب، بتخيل كله بيقول انه على الايد اطيب. هلا هو اطيب المعمول اللي معمول بعجوه اكثر شيء. غير الحلويات، وقت الواحد بفيق اول يوم العيد شو لازم يساوي هيك للمساء؟ وين بيروح زيارات؟ شو بيساوي؟ شو بيعمل؟ شو ممكن يكون في طبخات طيبه؟ اول يوم الواحد بتروح بتزور مثلا الاموات اللي عنده، وشو بدي اقول لك، بنروح بنزور اقاربنا. بعدين هاي زيارات العيد ضروريه واساسيه. اي والله اي والله. وفي اهم شيء التعزيل قبل بيوم، تعزيل البيت اجباري اجباري هذا اجباري. الله يديم عليك هاي الضحكه، بدي لك كل عام وانتي بالف خير. بس تقبلي مننا هالمعايدة من تلفزيون سما. الله يسلم ايديك يا رب.